وهو كلام ربنا المحفوظ الذي له المشارق والعلى والنفوس، وعلى نبي محمد صلواته ما لاح طوري واورق عروج. فاحبنا في ضيوفنا الكرام وتهانينا لابنائنا الاعزاء الذين شرفونا في هذه السنه بجيلهم شهاده البكالوريا والحصول على المنصب الاولى على مستوى المحافظه الاداريه المنيره. اذا قبل البدء خير ما نستهل به حفلنا هذا هو ايات بينات من كتاب الله الحكيم يثور على مسامعنا الطالب المفيد محمد بن الفضل المشكور. السلطات المحلية، مفتشين، أساتذة الكرام، أبناء التلامذة. إذا قبل أولا نشكر الله والحمد لله والفضل لله على هذه النتيجة النسبة التي توصلنا إليها هذه السنة والتي بلغت 63.10 مقارنة مع السنة الماضية التي كانت 54.01. والقدر ذي النوعية والشكر والحمد والفضل لله عز وجل أولا، وللمجهودات المبذولة من طرف الجميع. نبدأ السلطات المحلية على رأسها نبدأ دائما من الوالي مدير التربية، السلطات المحلية، رئيس المجلس الشعبي البلدي وبقية المجموعة. هذا الفضل يرجع لهم، كذلك الفضل يرجع لمجهودات الأساتذة الكرام اللي هم مشهورين
على المجهودات التي بذلوها من أجل نجاح أبنائنا. كذلك نشكر أبنائنا التلاميذ، لأن لما زرت التلاميذ في الأقسام أرشدناهم ونصحناهم ووجهناهم وقلنا لهم أفرحوا أولياءكم وافرحونا معكم، افرحوا بلدتكم، افرحوا مؤسستكم، وارفعوا شأنكم. فكان منهم استجابة لهذا النداء وهم مشكورين على ذلك. إذا النتيجة هذه التي حققناها والحمد لله والفضل لله، حققنا المرتبة الثانية وجئنا في مقاطعة المنعة في المرتبة الأولى. كما نذكر أن أبناءنا الذين لم يحالفهم الحظ هذه السنة نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق السنة القادمة. قال في كل جواد كبوة، إذا ما نجحش العام هذا ممكن كاين ضرور، ممكن كاين أشياء يعني حال دون نجاحه، نتمنى له إن شاء الله النجاح في المستقبل. كاين ربما عدد البكالوريا أزيد من 20 مرة ممكن يتحصل عليها، إذا كان إن الشباب إذا سمى بطموحه جعل النجوم مواضيع على أقدامه. إن شاء الله نتمنى النجاح التوفيق للجميع. نحيل الآن الكلمة إلى السيد رئيس جمعية أولياء التلاميذ الحاج محمد طارق ليتفضل مشكور. الصلاة والسلام على رسول الله. مشايخي الأعزاء، زملاء الأساتذة، أبناء الطلبة، هنيئا لكم بفوزكم هذا، وهنيئا لمثقلنا بهذا الفوز. ولا نفتخر، لا نزكي أنفسنا أن نقول أننا عملنا شيئا لا يلزم أن نقول عنه، بل لن ندع أحدا أن يذهب عنا فرحتنا. لقد نلنا هذا المرتبة، لقد نلنا هذا الشرف بمجهوداتكم ومجهودات أساتذتنا ومجهودات مشايخنا ومجهودات طاقمنا. الكل متضافر. ظن البعض أنهم سيعيقون سيرنا، ظن البعض أنهم قد لا يجدون فينا صخرة تتحطم عنهم أحلامهم، لكنهم قد وجدوا وسيجدوا، وبفضلكم أنتم سنلج صرح الجامعة شاء من شاء وأبى من أبى. وخير دليلنا اليوم هو سفير لنا في الجامعة الطالب محمد بيتا. محمد قم يا محمد. هذا طالب تتلمذ في مثقلتنا وتتلمذ في مدرسة الواجدة بإحدى مدارس بلديتنا مقاطعتنا، وهو اليوم في جامعة غردايا. هو الآن نال المرتبة الأولى ماجور دو برومو بمعدل يفوق 17. هنيئا لك يا محمد، وهنيئا لأمثالك، وهنيئا لمن يقتننا إلى المتخاذلين. لا مكان بيننا بإذن الله، سنكون بإذن الله خير خلف لخير سلف لمشايخنا عمي أحمد حاج أحمد الشيخ عبدالخنا. وذلك عهدا منا أن نقتدي به إلى أن نوقف. أبنائي الأعزاء، ولا أضيل عليكم، فأقول هنيئا لكم مرة ثانية، ولكن هذا الصرح العلمي الذي طرقتم به باب الجامعة لأول مرة فيه.
وسلم على آله أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السيد المدير المحترم الفاضل، الأساتذة الأفاضل، الأستاذات الفضليات، أبنائي الأعزاء، بناتي الأعزاء، ضيوفنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميل أن يكون الإنسان في هذه الحياة مكرما أو مكرما، لأن في كليهما لحظات من السعادة قد لا تتكرر فليغتنمها. كم أنا فرح، بل كم أنا منتشل وأنا أعرف في هذه اللحظات السعيدة، لحظات هي تكريم، مهما كان هذا التكريم نوعي فهو تكريم ذو قيمة لأبناء أفاضل فازوا شرفوا أنفسهم وعائلاتهم، وقبل هذا شرفوا هذه البلدة الطيبة الطيب أهلها. وأنا أقف الآن بين عظماء الأربع، باسمكم جميعا هؤلاء العظماء نقدم لهم أجزل التشكرات وأجمل التحايا العطرة على هذه الالتفاتة الطيبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. فإن نجلس هنا في الحقيقة نحن كضيوف فإننا نكرم هذه الذلة التي جعلت من هذه المؤسسة، جعلت منها عالم على جبل، جعلت من المؤسسة عالما على جبل، صارت تذكر على مستوى الولاية وعلى مستوى الوطن. أقف بين العظيم الأول، جمعية الفتية، جمعية أولياء التلاميذ. لعلمكم أن هذه المؤسسة منذ سنوات خلت كانت تتحصل على المراتب الأولى، بل وكان من بين تلاميذها من كان يتحصل على الرتب الأولى ولائيا، وما شهدنا لهم تكريما مع أن تكريمهم عند الله عز وجل. لكن لا بأس أن تكون الالتفات في الحياة الدنيا بمثابة الأشياء. منذ سنوات خلت ما شهدنا هذا الاحتفال، ما كان متواضعا وبسيطا إلا أن في معناه يعني الكثير. لذا باسمكم جميعا أريد منكم أبنائي حضورنا الكريم أن نتوجه بتحية خالصة لهذه الجمعية وعلى رأسها الأستاذ عبد الحكيم محمد، جزاه الله خير. خارج المنع هم يثبطونكم أبنائي على هذا الانتصار. صنع له الفضل بعض الله عز وجل في هذا المجد وهذا الانتصار، ألا وهي الإدارة الفتية لهذا المتقن، من السيد المدير شقاوة عبد الله إلى السيد ناظر عبد الله، مرورا إلى المشرفين الطيبين إلى غاية حاجب المؤسسة، كلهم مساهمون ولهم فضل بعض الله عز وجل في هذا النجاح. أقول تحية لبعض الله. أقف مع عظماء قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت معلما. هو ذا الأستاذ يغرس غرسا ويفرح إذا ما أفرح، سيجازيكم يوم القيامة إن شاء الله. بارك الله بكم. هي لي ثمرة العمل، الأستاذ يفرح بل وينتشر إذا مرأ تلاميذه قد علوا سماوات المجد. هنيئا لكم. بل حقيقة سيد الرئيس حضورك معنا هو تشجيع وتكريم لهؤلاء الطلبة. مجاهد مرحوم الحي ابن محمد وثانوية الشيخ ابن كبير، هذه المؤسسات الثلاث قفزت قفزة نوعية نحو العلا وتحصلوا على نسب مئوية رائعة فاقت الخمسين، كذلك هم مشكورون، كذلك كانوا نعم الصفارة للمنيعة. لا أطيل عليكم الكلام في هذه اللحظات السعيدة، يقول بارك الله بكم مزيد من التقدم. السلام على سيدنا محمد القاسم الأبيات والقام والخليل، وبعد تهيئة تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولم يكن فيكم عذرا كأخرى وذلك الكتاب والدروب. ثانيا أشكر كل الحضور بما فيهم شيخي وأستاذي والمقبول واجبي قالوا إلى أحضر الماء في غيب التيمم. أنا أدركم أدابنا ربما وله الحاجة المدينة.